أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن التنمية البشرية تشكل محورا مهما ضمن جهود السلطة التشريعية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستويات جودة الخدمات المقدمة في كافة القطاعات الإنتاجية، مشيدا بالدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني للاهتمام بعملية التنمية البشرية وتطوير القوى العاملة الوطنية وفق متطلبات سوق العمل. جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس الشورى وفدا من أعضاء جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، يتقدمهم الدكتور إبراهيم بن خليفة الدوسري الرئيس الفخري للجمعية والسيد أحمد محمود عطية رئيس الجمعية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم خلال اللقاء منح معالي رئيس مجلس الشورى العضوية الفخرية للجمعية. وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بدور الجمعية مقدما شكره وتقديره لمنحه العضوية الفخرية فيها، منوها معاليه بالجهود المبذولة في الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره أساس التنمية الشاملة والتي تعزز حب الوطن والانتماء الوطني، وضمها لرواد العمل التطوعي من حملة الشهادات العليا والمستشارين والخبراء والمدربين في مختلف المجالات، مبينا دعم مجلس الشورى لأهداف الجمعية وبرامجها. من جهته أشاد الرئيس الفخري لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية بدعم معالي رئيس مجلس الشورى المتواصل لأنشطة الجمعية وبرامجها التي دائما ما تكون في مصلحة فئات المجتمع والتي تسهم في تحقيق أهداف برامج التنمية البشرية في مملكة البحرين.